ممكن قضيع قضيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بطشك شوكة. معي أنا فاطمة الجاوز. كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها، لا تنسوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك وتاخذوا لكم فرع في القناة وتروحوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت. في حلقة اليوم وعلى غير العادة أبغى أسألكم سؤال، إيش معنى الخصوصية؟ وإيش تعني الخصوصية لكل واحد فيكم؟ أبغاكم تفكروا في الإجابة وتسووا بوز للفيديو وتكتبوا لي تحت في الكومنتات عن إجاباتكم. في حلقة اليوم رح نشوف كيف الخصوصية تختلف عند المبتعثين، بالذات للناس اللي صار لهم فترة عايشين مع نفسهم. تعالوا نشوف إيش المواقف اللي تصير في حياة المبتعثين لما ننزلوا عندها ليهم. الموقف الأول، مشاركة الملابس. المبتعث لما ننزل السوق يقضي، فهو يقضي ملابس على مقاسه على ذوقه، ضامن ما حد حيشاركه فيها. وبما انه صاير شخص مسؤول يصير حريص اكثر شيء على اغراضه ويميز اغراضه ما بين الف غرض وغرض. يا اخي هو انسان من كثر ما جلس مع نفسه صار يميز ريحة عطره، ريحة جسمه، ريحة باطه. It's disgusting. واللي صار له فترة عايش مع نفسه ما عنده هذه الميزة يراجع نفسه بصراحة. متى لبستها هذه؟ هذه مو ريحتي. فطومة يا حلوة. هلا. أنا اليوم رايحة عند صحباتي من زمان ما شفتهم. طيب حلو تنبسطي صلي من عليهم. أبغى ألبس بلوزتك الخضرا اللي جبتيها معاكي. أها هو كده. بس مين مقاسك؟ إلا أقدر أدخلها حتى شوفي لايقة صح؟ لا ما شاء الله كأني مشتريتها لك. وقلت كمان أطقم معها الشنطة حقتك مرة لايقة صح؟ حتى الشنطة؟ بالعافية يا ستي. وجزمتك كمان. بس أنتي مقاسك 40 وأنا 38. إلا حتى شوفي اجسام اهلك يتقلص ويتمدد يعتمد على حسب مقاسك. الموقف الثاني، شواحن الجوالات. قناة النيلة في التسيلة تقدم لكم الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الكسار للإنسان بين الانقطاع والاتصال. مقومات سعادة حياة الإنسان في القرن 21 أكثر من كونها ماء وأكل وقضاء الحاجة، فقد تطورت هذه المكونات في كثير من بلدان العالم، ومن ضمن هذه المكونات الجوالات شواحن الجوالات. شوفوا شواحن الجوالات موضوع جدا حساس، يعني ممكن قطعة أرحام في العيلة تصير بسبب شاحن جوال. يا أخي أنا إنسان تعود أنام أقوم ألقى شاحني جنبي، حقي اشتريته بفلوسي. هذا الموقف اللي يصير في أمريكا. في السعودية لا، والمصيبة العظمى إذا سألت عنه كل مين يقولك ما أدري ما أدري. المهم يا جدعان، يعني إذا نزلت السعودية يحرص على شاحنه، سووا منه كرفطة، سووا منه تشوكر، سووا منه أي حاجة أي حاجة. keep it safe. شايفين كيف؟ أنا عاجبني. الموقف الثالث، مشاركة الأكل. يا أخي أنا متعودة لما أجي أحط شيء في الثلاجة أجي بعد ساعة ألاقي، أجي بعد شهر ألاقي. عادي، الأكل زي ما تعلمت منذ نعومة أطفالي يتبع قوانين الطبيعة. جمال، لا يتحرك، لا يتنفس، لا ينمو، لا يتكاثر. ولكن في السعودية هذه القوانين تختلف تماما. الأكل فجأة تطلع له جناحات ويبدأ يجي.
وتشربهم مايه كمان. A few moments later. القانون هذا يصير تحت قانون الكل والجميع يستنكر أغراضك، إلا ما نعرفه مو حقنا ما نعترف فيه. حق مين هذا؟ يا هو فين المحفظة؟ دوبنا حطيتها هنا على الطاولة. ما ندري، بطليكي هيمار ودوري على أغراضك بنفسك، روح شوف إن حطيتيها. يا سوريان فين المحفظة؟ أنا ما تعرف حق مين، أنا شلته في مخزن. حقتي حبيبي، روحي جيبيها. هنا تختل مسلماتك بأي قانون من قوانين الطبيعة، حتى الشغالة تستنكر وجودك. دنيا ما لها أمان. الموقف الخامس، أصحي يعني من النوم. أخي أنا متعودة أصحى على وقت ما أحط المنبه، أصحي نفسي كذا على موسيقى رومانسية هادئة كتعبير للحب والامتنان لنفسي. في السعودية أنسى، أنت تصحى وقت ما هم يصحوا، متى ما هم يصحوا، كيف ما هم يصحوا، وقت ما هم يصحوا. جيت لك إيه جيت لك يا حبيبي، تعال تعال هنا يا أخي، عندهم طرق تخليك. فاطمة يا بنت، يا بنت قومي خلاص يا بنت. طيب يلا يلا. طيب فاطمة أبويا كلام، قومي يا بنتي. قايمة قايمة. الموقف السادس وبالذات مع الأخوات، مشاركة المكياج وتوابير. اختي افهميني، الموضوع هذا حساس جدا جدا جدا، الموضوع بكبره مقزز. اختي انا ما اتخيل اشرب مية من بعدك، كيف احط رج من بعدك؟ كيف كيف؟ يا بنت انت لسه ما خلصتي، ابويا استنى تحت ترى احنا نازلين. A few moments later. وكأنك حاطة من الرجل أنا قاعدة أدور عليه. وي نسيت ما قلت لك، إلا شوفيها عندي في الشنطة خذي. بعدين تعالي، تعرف إنه مشاركة المكياج خطير ويسبب أمراض جلدية كثير؟ ما أنت مصدقتني؟ حبوب، تقرحات، التهاب العين الوردية، ستاف بكتيريا، هيربس فيروس، بكتيريا الإيكول. وصلت معكم لنهاية الحلقة، لكن قبل لا أخدم حابة أوضح نقطة. لاحظ أنه هل المبتعثين يوصفوا تصرفات أبنائهم وبناتهم المبتعثين بالأنانية، لكن حابة أقول لكم أنه المبتعث وكجزء من بناء شخصيته صاير متعود على روتين وخصوصية وليست أنانية. أنا مش أنانية أنانية أنانية. لا لا بجد، لا تتوقع أنه جازة أسبوع أو ثلاثة ممكن تغير من شخصية المبتعث اللي متعود عليها طوال السنة. عطوه وقت
عشان يتأقلم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا صادكم هذه المواقف اذا رجعتوا السعودية وشاركوني آراءكم. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات في الحلقات الجديدة. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام. امي